أنه كان سريع الجريان بسبب انحداره من الجبال، وكان يأتي على هيئة دفعات متتالية مثل موج البحر، وكان يغمرني حتى صدري في المكان الذي كنت أقف فيه. ولكن عندما تأتي موجة عنيفة من تيارات المياه تغمرني تحتها تماما وتدفعني حتى تصطدم رأسي بصخرة كبيرة، ثم ينحسر الماء قليلا بعد تلك الموجة فأتنفس بسرعة بعض الهواء، ثم تأتي الموجة الثانية لتغمرني بالماء مرة أخرى وتصطدم رأسي بالصخرة التي تحت الماء مرة أخرى، وأنا لا حول لي ولا قوة، فأنا لا أستطيع أن أتحرك من مكاني بسبب قدمي التي كانت عالقة بين الصخور. رجلي بين الصخور، مش عارف أشدها، الصخور زنقة على رجلي، المية، أنا في المية لحد هنا، دفعة المية تيجي تغرقني خالص أو تخبط راسي تحت في الصخرة، أقوم بعد ما تعدي الموجة دي أقوم أرفع راسي أتنفس شوية هواء تاني، تيجي الموجة التانية تضربني تاني وراسي تتخبط في الصخر وأشرب مية، ورجلي أنا متثبتة تحت مش عارف أحررها من الصخور اللي هي مزنوقة فيها. ثم ينحسر الماء قليلا بعد تلك الموجة فأتنفس بسرعة بعض الهواء، ثم تأتي الموجة التالية لتغمرني بالماء مرة أخرى وتصطدم رأسي بالصخرة التي تحت الماء مرة أخرى، وأنا لا حول لي ولا قوة، فأنا لا أستطيع أن أتحرك من مكاني بسبب قدمي التي ما زالت عالقة بين الصخور. بينما أنا على حالتي هذه رأيت رجلا لا أعرفه، أنا في وسط النهر رجلي متثبتة بين الصخور مش عارفة أطلعها مزنوقة، والمية لحد هنا، الموجة بتيجي تغرقني أشرب مية واتخبط في الصخور من قوة دفع المياه، وأقوم تاني أتنفس شوية وأعمل تاني وأنا واقف كده، وفجأة رأيت رجلا لم أعرفه. وبينما أنا على حالتي هذه رأيت رجلا لا أعرفه على مسافة قريبة مني في الماء، لم أرى هذا الرجل من قبل، ما أعرفوش، شفتوش قبل كده، وكأنه هبط لتوه من السماء وكان ينظر نحوي بهدوء وثقة. هذا الرجل كان قصير القامة، قصير الشعر، له وجه برونزي اللون، وله ابتسامة هادئة، وقد مد يده اليمنى نحوي. قدم لي إيده اليمين، فأمسكت بها بيد اليسرى. وفي هذه اللحظة شعرت بالأمل في النجاة، وجاءتني قوة لا أعرف مصدرها، ونزعت ساقي من بين الصخور بشدة، وقفزت بكل قوتي في اتجاه الرجل حتى أخرج من منطقة الطيارات خوفا أن تجرفني معها. أخذ الرجل يعوم بيده اليسرى فقط، وأنا أعوم بجانبه بيدي اليمنى، بينما يدي اليسرى زلت ممسكة بيده اليمنى، حتى خرجنا من منطقة طيارات المياه الجارفة إلى المياه الهادئة من الشاطئ. ثم ترك هذا الرجل يدي واختفى، ولم أره مرة أخرى. أنا قلت لكم في الوضح المية بتضربني، بنزل أشرب مية ورأسي تتخبط، في حالة ما بين الوعي واللاوعي، الصور أمامي مشوشة، الأصوات غير واضحة، أنا في حالة كده ما أناش عارف اللي حواليا هل حقيقة أم لا حقيقة، وعي أم لا وعي، في هذه الحالة والمية بتخبطني وبشرب مية وأنا في هذا الإغماء ورجلي مثبتة بين الصخور مش عارف أطلعها. لقيت الراجل ده واقف بيبتسم بهدوء، راجل قصير كده، جه منين ما عارفش، ما شفتوش قبل كده، ولقيته بيمدلي إيده اليمين، فديت له أنا إيد الشمال، مسكت في إيده اليمين بإيد الشمال، ولقيته بيعوم بإيده التانية وأنا بعوم بإيدي دي،
وخرجنا من المنطقة اللي هي سريعة الجريان اللي في النص للمنطقة الهادية في الجنب. في اللحظة دي الراجل ساب ايدي واختفى ولم أره مرة أخرى. أنا مش عايز ولا أدعي هذا ولا أدعي ذلك، أنا بنقل وقائع كما حدثت وبس. تفسير إيه؟ أنا ما أعرفش. هل كانت هلوسة لأني كنت في حالة تشبه اللاوعي؟ هل كان حقيقة؟ منين الراجل ده جه منين؟ وقف وسط المية دي إزاي؟ وفي وسط الطيارات دي إزاي؟ وإيه الهدوء ده جاله منين؟ وإيه يعني؟ أنا ولا شفته قبل كده ولا شفته بعد كده. في وسط الطيارات وشربت مية كتير جدا وأنا مصاب. ساعة ما شديت رجلي، بالمناسبة اكتشفت أن صوبع رجلي انكسر في هذه اللحظة، جسمي كله مليان جروح ودم وبغرق في الشلال العنيف اللي هناك. المية بتخبطني تغرقني وتملى راسي واشرب مية واتخبط في الصخر وقايب. في وسط هذا الموضوع ألاقي واحد في وسط النهر وبيمدي لي ايده اليمين. أنا ما عرفش ولا عنديش تفسير، منين الراجل ده جه منين؟ ما عرفوش، أنا ما شفتوش ولا قبل كده ولا قليته بمنتهى الهدوء. واقف كده في وسط، واقف ازاي في وسط المية والطيارات والمية السريعة والمجرى والبلاوي دي كلها والدوران والدوامات؟ المية الراجل ده جه منين ولا واقف فين؟ واقف كده ازاي؟ اديني ايده. مسكت ايده، عمنا شوية وبعدها وصلت المنطقة هادية فيها المية هادية واختفى الرجل. بس أنا لا أدعي أي شيء ولا أحلل ولا أفسر ولا أنقل. ربما ده كان من خيالي، ربما ده كان واقع، أنا مش عارف. بس أنا وصلت للمنطقة الهادية على الجنب. هو ده كل ما أذكره من هذه الحادثة. ولا شفت الراجل ده قبل كده ولا شفته بعد كده. أنا أشعر أنني منهك القوة، وقد دخلت كمية مياه ملوثة كبيرة إلى رئتي، مما جعلتني في حالة تشبه الغيبوبة، ولم أدري بتفاصيل ما حدث بعد ذلك. أنا ما أعرفش بعد كده إيه اللي حصل، فأنا لا أتذكر بوضوح لحظة خروجي من المياه. أنا مش فاكر، أنا فقدت الوعي، مانيش حاسس بأي حاجة، مانيش عارف أي حاجة. أنا اللي متذكره إن احنا قربنا من الشط والراجل ده اختفى، وبعد كده أنا مش متذكر أي شيء. قد دخلت كمية كبيرة مياه ملوثة إلى رئتين، مما جعلتني في حالة تشبه الغيبوبة، ولم أدري بتفاصيل ما حدث بعد ذلك، فأنا لا أتذكر بوضوح لحظة خروجي من الماء. وأول صورة عادت إلى ذهني بعد ذلك، أول صورة بدأت أفتكرها بعد ما قربت، دي آخر لحظة إن أنا قربت من المية الهادية والراجل اختفى، دي كانت آخر صورة في دماغي. بعد كده أول صورة لما رجع للوعي تاني، وهي أنني ممدد على جانب النهر، وسكان القرية من حولي يضغطون على بطني وصدري، وبعض الماء يخرج من فمي، وكنت أجد صعوبة في التنفس. ثم حاولت أن أقف، فشعرت بألم شديد في إصبع القدم اليمنى، وقد عرفت أنه قد كسر عندما نزعت قدمي من بين الصخور، ووجدت الجراح تملأ منطقة البطن والقدمين. وأخذت أنظر حولي، فوجدت أنني هنا على مشارف القرية، وهذا شيء لا أستطيع تفسيره. هذا أنا عدل الوعي وأنا نايم على شط النهر وبيضغطوا على بطني وصدري والمية بتطلع وبدأت أتنفس من تاني. لكن أنا دلوقتي وصلت القرية. وصلت القرية إزاي؟ أنا مش عارف. فوجدت أنني هنا على مشارف القرية، وهذا شيء لا أستطيع تفسيره أو استيعابه على الإطلاق، لأن هذا يعني
إنني قد جرفتني مياه النهر حوالي مسافة 4 أو 5 كيلومترات، ولا أعرف كيف حدث هذا. فكل ما أتذكره هو أنني ركبت معهم الإطارات المنفوخة بالهواء ووضعت عصايا بجانبي، وبعد حوالي 50 مترا انقلب القارب ثم تعلقت قدمي بين الصخور، وهذا يعني أنني يجب أن أكون قريبا من نقطة البداية وليس في القرية. بقى هذا السؤال بدون إجابة وبدون تفسير. القارب اتقلب في الأول هناك، ورجلي اتعلقت بين الصخور وحصل لي الإغماء، والراجل اللي نزل معرفش جه منين اللي أنقذني وسحبني، لكن بعد كده معرفش حاجة. الحقيقة الراجل ده ما اختفى، وبعد كده الناس رجع للوعي وهم بيضغطوا على بطني وصدري والمية بتطلع وبدأت أتنفس. بس أنا أما عاد للوعي كنت عند القرية، يعني المسافة من النقطة اللي أنا كنت بغرق فيها واللي أنا فيها دلوقتي دي حوالي 4 أو 5 كيلومترات. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جابني هنا؟ جيت هنا إزاي؟ ولا إيه اللي حصل؟ ولا المية جرفتني؟ ولا حصل إيه في لحظة غياب الوحي؟ هذه الفترة الزمنية بالنسبة لي غير معروفة ولا يوجد لها أي تفسير عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجدت باقي الأفراد على قيد الحياة، وقد حاول كل منهم أن يضمد جراحه مع استثناء واحد منهم كان في قدمه قطع كبير وعميق لا يمكننا علاجه لأنه يحتاج إلى جراحة سريعة. وقد حمله أصدقائه مغادرين القرية إلى أقرب مطار حتى ينقلونه إلى دولة سنغافورة حتى يمكن علاجه هناك. وقبل مغادرتهم للقرية همس أحدهم في أذني قائلا، قبل الأربعة هولنديين كلهم ماشيين متقطعين وجروح، وفي واحد فيهم قطع كبير جدا في رجليه عميق جدا لازم جراح. قبل ما يمشوا واحد منهم جه على ودني كده وقال لي، كان يجب علينا أن نسمع كلامك ولا نركب هذا القارب. فقلت له، الغريب في الأمر إنني كنت أعرف ذلك ولكنني ركبت أيضا معكم. فقال، إنه تأثير الجماعة على الفرد. بيقول لي كان واجب أسمع كلامك، نسمع كلامك ونركبش القارب. قلت طب ما أنا نفسي عارف الخطر وركبت معاكم ليه؟ أنا مش عارف. فقال لي، ده تأثير الجماعة على الفرد، إحنا المجموعة أثرنا عليك كفرد. فعندما قال ذلك انتابتني حالة نفسية من الحزن واحتقار الذات، ولم أستطيع أن أغفر لنفسي هذه الخطيئة. إزاي أنا عارف وأركب معهم؟ أنا عارف اللي هيحصل، ركبت معهم ليه؟ هم حاولوا بس ليه؟ أنا كنت عارف اللي هيحصل. قطعت غصنا من الشجر لأصنع منه عصا بدلا من عصايا التي جرفتها معها مياه النهر. كنت حطيت العصايا بتاعتي معايا القارب، فالمية خدتها طبعا وراحت، فجبت فرع جديد عملت عصا عشان أتوكع عليها التي جرفتها معها مياه النهر. عندما انقلب القارب ثم ربطت أصبع قدمي بقطعة من القماش، صبعي المكسور بتاع رجلي اليمين ربطته بقطعة قماش عشان أقدر أمشي عليه، ثم تعكست على عصاي وأخذت أمشي بصعوبة خارجا من القرية سيرا على الأقدام. فقد قررت مغادرة هذه القرية. وبرغم غضبي من ذلك المرشد الذي يستهين بحياة البشر، إلا أنني لا ألوم إلا نفسي. فلماذا ذهبت معهم إلى الغابة؟ ولماذا ركبت معهم على تلك الإطارات؟ والغريب أنني كنت أعرف أن ذلك سيحدث، أنا كنت أعرف. وقد بحثت كثيرا في علم النفس حتى أجد تفسيرا لتصرفي هذا، حتى عرفت ليه. أنا قعدت أسأل، أنا ركبت معهم ليه؟ أنا كنت عارف اللي هيحصل، أنا ركبت معهم ليه؟ ودخلت معاهم الغابة أصلا ليه؟ وأنا كنت عارف اللي هيحصل كذا والخطر كذا،
انا كنت عارف، انا اللي كنت بعالج الناس اللي مجروحين قبل كده، ازاي ليه ركبت معاهم؟ مش لاقي تفسير. وبحثت في علم النفس عن تفسيرا لهذه الظاهره. وقد بحثت كثيرا في علم النفس حتى اجد تفسيرا لتصرفي هذا، حتى عرفت ان اي جماعه من البشر يمكن ان يكون لها تاثير قوي على الفرد، وانني لو كنت وحدي ما فعلت هذه الغلطه التي كادت ان تؤدي بحياتي. ومنذ ذلك الحين لا اقبل الا ان اسافر وحدي وان ادخل الغابات وحدي، لانني اعتقد ان هذا اكثر امنا وامانا. كما انني عندما اكون وحدي يكون فكري خاليا، فاستشعر الحياه من حولي بقوه واندمج مع الوسط المحيط بي بسرعه. كما ان سكان الغابات من القبائل البدائيه يعطفون علي ويقبلونني كواحد منهم بسرعه عندما يرونني انني وحدي. انا الكلام ده كله وانا كنت بحكي لفرناندو عن حالة من واحنا قاعدين حوالين النار، وبحكي له ازاي تأثير الجماعة ممكن على الفرد يخليه يعمل ما تريده الجماعة حتى لو هو عارف بهذا الخطأ. هنا سألني فرناندو: هل أنت من النوع الذي يفضل أن يعيش وحيدا؟ فقلت له: بل أنا أحب البشر وأحب أن أعيش معهم، ولكني في اللحظة التي أحتاج فيها إلى درجة عالية من التركيز الذهني فإنني أفضل أن أكون وحدي. وقدرة الإنسان على أن يعيش وحيدا مع نفسه هي شيء هام جدا في حياته، حتى يستطيع أن يتعرف على ذاته ويراقبها ويتأملها، حتى يكتشف أوجه الجمال والقبح الكامنة في داخله. فمن لا يستطيع أن يعيش مع نفسه لا يستطيع أن يعيش مع الآخرين. من لا يستطيع أن يعيش مع نفسه لا يستطيع أن يعيش مع الآخرين. ومن تكن نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. ومن تكن نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فرد فرناندو قائلا: إن كلامك كله حكم، وأنا أعرف الآن إن سيدة البيت الحسناء كانت محقة عندما أسمتك أكيم. أنا مع فرناندو في الحتة اللي جنب النهر اللي عاملين فيها الشبك وعاملين النار بجوار نهر ريو كورا. صعدت إلى شبكة النوم وأخذت أتابع بنظري ألسنة اللهب وهي تتلاشى، وإن كان الجمر ما زال يحتفظ بلونه الأحمر الملتهب وكأنه عيون حمراء في هذا الظلام الدامس. وهبت نسمة رطبة علينا، وعلى صوت خرير ماء نهر ريو كورا الذي ينساب بجانبي استسلمت الجفون للنعاس ورحت في نوم عميق. في الصباح وصلنا رحلتنا في النهر، ووصلنا في اليوم الثالث إلى منطقة الشلالات. احنا ركبين النهر ورايحين منطقة الشلالات أنا وفرناندو والسائق بتاع القارب. وفي اليوم الثالث وصلنا إلى منطقة الشلالات حيث ينحدر النهر إلى الأعماق. النهر كله بيصب بينخفض انخفاض وعامل شلالات رائعة، والشلالات ماشية بين الأشجار فنزلة في فروع مختلفة كلها بتصب من بين الأشجار. شلالات رائعة، شلالات تتخلل الغابات، تدخل في داخل الغابات وتهبط في داخل الغابات، منظر رائع جدا. هحاول أجيب لكم بعض الفيديوهات اللي أنا صورتها هناك. وصلنا في اليوم الثالث إلى منطقة الشلالات
حيث ينحدر النهر إلى الأعماق. إنه لمنظر رائع يبهر الأنظار، فماء النهر يتسلل بين أشجار الغابة ويهبط بقوة شديدة إلى أسفل مدويا ومكتسحا كل ما في طريقه، وصوت هدير الماء يشجي وينعش السمع والفؤاد ويدخل الفرحة والبهجة على القلب الحزين. ولكن قلبي قد تركته هناك بين أشجار الغابات على مقربة من أكواخ الهنود الحم. صورة أكواخهم المعزولة في وسط الغابات لا تفارق خيالي، وما زال الألف سؤال وسؤال تطارد فكري وتبحث عن الأجوبة التي لا أعرفها. أنا حكيت وإحنا جايين في النهر ساعة دي ومضطرت وركننا القارب على جنب في هضبة، فطلعت على الهضبة في وسط الغابات بصيت لقيت في بعض أكواخ الهنود الحمر اللي عايشين جوه هناك في الغابات، وقعدت أتساءل مين ودول عايشين إزاي وبيأكلوا إزاي وعندهم ديانة ولا ما عندهمش وعندهم عقيدة ولا ما عندهمش، والأفكار اللي في دماغي. وبعدها قال لي يلا عشان نكمل المطر توقف، فكملنا، بس لسه أنا دماغي وعقلي مرتبط بالأكواخ دي وسكان هذه الأكواخ اللي عايشين في منطقة معزولة تماما عن العالم. مين هم دول وعايشين إزاي؟ الفكرة ما زالت تطاردني. عجلة الزمن لا تتوقف، فقد مرت الأيام بسرعة، وصلنا للشلالات وخلاص وحنبدأ نرجع. عجلة الزمن لا تتوقف، فقد مرت الأيام بسرعة ونحن الآن في طريق العودة، ونبحر بقاربنا في اتجاه طيار المياه. احنا واحنا جايين كنا جايين ماشيين ضد الطيار، دلوقتي احنا مع طيار المياه اللي هي المياه اللي جايه من الشلالات بتمشي في النهر، فاحنا راجعين معانا طيار الماء، فالمياه بتسحبنا تقريبا لوحده بقوه المياه. عجله الزمن لا تتوقف، فقد مرت الايام بسرعه ونحن الان في طريق العوده، ونبحر بقاربنا القديم في اتجاه طيار المياه. وسرعة المياه وحدها كافية لدفع القارب إلى الأمام بسرعة كبيرة، ونهر ريو كورا العظيم يبهرني بجماله الطبيعي وحسنه الوحشي، وأشعر بعلاقة وثيقة تربطني بهذا النهر. فربما يكون السبب في ذلك هو وجه الشبه الذي يوجد بيننا، فهو نهر متمرد وأنا أيضا كذلك. وبينما كنت أحاول أن أكتشف أوجه الشبه بيننا، أخذت أقول لنفسي أن تعوم مع الطيار لا يحتاج إلى مجهود كبير، ولكن الطيار سيأخذك معه إلى حيث يريد. أن تعوم مع الطيار لا يحتاج ذلك إلى مجهود كبير، ولكن الطيار سيأخذك معه إلى حيث يريد. وأن كنت تريد أن تذهب إلى حيث تريد، فعليك أن تعوم أحيانا ضد الطيار. نعم، ضد الطيار، وهذا يتطلب مجهود كبير. أما أن تشق طريقك بنفسك، وإما أن تقبل أن تعيش على هامش الحياة. إما أن تشق طريقك بنفسك وتعوم أحيانا ضد التيار، أو تعيش على هامش الحياة. شق طريقك مثلما يشق نهر ريو كورا طريقه بين الصخور، وحرر نفسك من قيد الزمان والمكان. شق طريقك كما يشق نهر ريو كورا طريقه بين الصخور، وحرر نفسك من قيد المكان ومن قيد الزمان، وكن حرا طليقا مثل ماء النهر الذي ينساب دوما من مكان إلى مكان. حرر نفسك من قيد المكان والزمان، فعلى الأرض أماكن غير هذا المكان وأزمان
غير هذا الزمان. شق طريقك مثلما يشق نهر ريو كورا طريقه بين الصخور، وحرر نفسك من قيد المكان ومن قيد الزمان، وكن حرا طليقا مثل ماء النهر الذي ينساب دوما من مكان إلى مكان. حرر نفسك من قيد المكان والزمان، فعلى الأرض أماكن غير هذا المكان وأزمان غير هذا الزمان. شق طريقك الخاص بك بين الأدغال الكثيفة، ولا تقارن طريقك بالطرق الأخرى، فهو ليس أفضل وليس أقل. ودعك من فكرة المقارنة بين البشر، ودعك من فكرة المقارنة بين البشر، فكل إنسان عبارة عن مملكة متكاملة في حد ذاته بما فيه من مميزات وعيوب، فكل إنسان مثل فاكهة مختلفة، فليس التفاح بأفضل من المانجو، وليس المانجو بأفضل من التين. وامعن النظر في مياه هذا النهر لعلك تتعلم منه فلسفة التمرد الطبيعي. نهر ريو كورا له مجراه المميز الجميل، فأنت تخاف منه ولكنه يجذبك إليه، ففيه تمرد ولكنه تمرد صادق طبيعي، ففيه جمال وأيضا فيه خطورة، فالخطر والجمال غالبا ما يكون متلازمان، وربما إن الخطر يحمي الجمال والورد تحميه الأشواك. حتى المرأة الجميلة لها خطورتها، وبرغم خطورة هذا النهر فقد كان لطيفا معي وتركني أقترب منه وأركبه عدة أيام بقارب متهالك قديم لا يليق بجبروته ولا بقوة تيارات مياهه. بينما نحن في طريق العودة، احنا راجعين خلاص زرنا الشلالات بالنهر، ومعايا فرناندو ومعايا سائق القارب، وراجعين في الطريق. بينما نحن في طريق العودة وقد اقترب القارب من المنطقة التي توقفنا عندها سابقا أثناء المطر الشديد، بنقرب واحدة واحدة المنطقة اللي احنا جايين وقفنا فيها وطلعت فيها أنا على الهضبة وشفت الأكواخ اللي ورا. احنا راجعين في طريق العودة بدأنا نقرب من المنطقة دي. بينما نحن في طريق العودة وقد اقترب القارب من المنطقة التي توقفنا عندها سابقا أثناء المطر الشديد، بدأت دقات قلبي تتزايد وعقلي يعمل بسرعة، وفي أقل من دقيقة كنت أخذت قراري النهائي، وأسرعت طالبا من فرناندو أن يتوقف قليلا في نفس المكان، وسألني عن السبب، فوضعت يدي على بطني وكأنني أريد أن أقضي حاجتي، وكنت أخشى إن عرف السبب الحقيقي أن لا يتوقف في هذا المكان. خرجت وحيدا من القارب بينما انتظر فرناندو والسائق على ظهر القارب. نزلت قلت له أنا حنزل عايز أدخل دورة المية، فقال ماشي استنى وقف هو في القارب هو السائق، وانا طلعت في نفس المكان اللي كنا واقفين فيه على نفس جنب الهضبة اللي وراها أكواخ الهنود الحمر. طبعا أنا ولا عايز أدخل دورة المية ولا حاجة، وكنت أخشى إن عرف السبب الحقيقي أن لا يتوقف في هذا المكان. وخرجت وحيدا من القارب بينما انتظر فرناندو والسائق على ظهر القارب، وبدلا من أن أذهب بين الأشجار لقضاء حاجتي وقفت على الشاطئ، ثم لوحت له بيدي على أن يواصل السير، وقلت له بالأسبانية أديوس أميغو، وتعني
الوداع يا صديقي. من اللحظات الصعبة جدا أخذت القرار برغم قسوته. أنا قررت أن أبقى في المنطقة دي، أروح أشوف الأكواخ دي وأشوف الهنود الحمر اللي عايشين فيها. قلت له استنى هطلع أدخل دورة المية. طلعت، أول ما طلعت على الشط قلت له أديوس أميجو، توكل على الله. أديوس أميجو وتعني الوداع يا صديقي، وأكملت قائلا بالإنجليزية I will stay here alone، وتعني أنني سأبقى هنا وحدي. فابتسم فرناندو واعتقد أنني أمزح وقال لا وقت للمزاح الآن، فعلينا مواصلة الرحلة قبل حلول الظلام. فقلت له إنني لا أمزح وإن هذا قراري ولا تراجع فيه. فارتسمت ملامح الدهشة على وجهه من هول المفاجأة، ولكنه حاول أن يتماسك أعصابه وأن يوضح لي بهدوء إنه لا يوجد في هذا المكان طعام ولا شراب. اللي هتفضل هنا زي ما فيش هنا ولا أكل ولا شرب. فأشرت له بيدي إلى أوراق الشجر التي يمكن أكلها، وأشرت بيدي إلى النهر الذي يمكن الشرب منه، وقال لي إنه يوجد هنا ثعابين وحيوانات مفترسة. فأشرت بأصبعي إلى السماء وأردفت قائلا إن الأعمار بيد الله ولن ينتهي عمري إلا في ميعاده، وإن كان قدري أن أموت هنا فسيكون، وإن لم يقدر لي فلن يكون. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما زال فرناندو غير مصدق لما يراه من هذا الغريب الذي يريد أن يبقى وحيدا في هذا المكان المعزول عن العالم. فسألني هل أنت مجنون؟ فقلت له نعم أنا مجنون يا صديقي. فاستطرد قائلا أنت المجنون الوحيد الذي يعرف أنه مجنون. ثم حاول أن يوضح لي بلغة المنطق والعقل مدى خطورة هذه المنطقة، فقال لي اسمعني جيدا، إن هذه المنطقة معزولة عن العالم ولا يوجد طريق اتصال إلى هنا غير هذا النهر الوعر، وإن الغابات كثيفة جدا ومن الصعب اختراقها بدون سكين كبير تقطع به الحشائش والشجيرات التي تسد طريقك. وهذه المنطقة بها نوع من الثعابين السامة لونه أخضر يسمونه الثعبان الطائر، ونوع من العناكب السامة تسمى عناكب الطير وهي في حجم قبضة اليد ولدغتها سامة وتؤدي إلى الشلل، وأيضا يعيش هنا نوع من نمور الجقوة وهي من النمور الشرسة، بالإضافة إلى أنه يوجد في هذه المنطقة قبيلة من الهنود الحم وربما يهاجموك ويقتلوك. فقلت له لقد رأيت أكواخهم خلف هذه الهضبة، وسأذهب إليهم وأعيش معهم 10 أيام، وأنا لا أخاف من الموت وإن كنت أحرص على الحياة، وأنا أريد أن أعود أيضا إلى أطفالي الصغار. فرد فرناندو قائلا وماذا أقول لسيدة البيت التي قالت تذهب سويا وتعود سويا؟ هقول لها إيه؟ قالت لي تروحوا سوا وترجعوا سوا ما تسيبوش. التي قالت تذهب سويا وتعود سويا. فقلت له قل لها إنني أحترمها، فقد قالت ذلك لأنها كانت تتوقع إنك ستعود بدوني. قل لها كم هو عظيم ذكاء المرأة الجميلة، وكم هو جميل جمال المرأة الذكية. قل لها إنني أحترمها، فقد قالت لك ذلك لأنها كانت تتوقع
إنك ستعود بدوني. قل لها كم هو عظيم ذكاء المرأة الجميلة، وكم هو جميل جمال المرأة الذكية. قل لها إنني أحترم ذكاؤها. فقال فرناندو: لا يمكننا البقاء معك، فالطعام الذي معنا لا يكفي إلا ليوم واحد فقط. فرددت عليه: لا تقلق من ناحيتي يا فرناندو. فرد متعجبا: أتركك وحدك في مثل هذا المكان المعزول عن العالم وتقول لي بهذه البساطة أن لا أقلق من ناحيتك؟ إن هذا لا أستطيع فهمه. فقلت له: أرجوك أن تسامحني يا صديقي إن كنت لا تفهمني. سامحني يا صديقي لأنني أختلف قليلا عن الآخرين. أرجوك أن تسامحني إن كنت لا تفهمني. سامحني يا صديقي لأنني أختلف قليلا عن الآخرين. سامحني يا صديقي لأنني أحب الحياة وأحب أن أرى ما خلق الله قبل أن يمر بي العمر. سامحني يا صديقي لأنني إنسان بسيط جدا، أعشق النوم على الأرض وأشتهي فواكه الأشجار، وأحب الناس البسطاء الذين يسكنون في الغابات. سامحني يا صديقي لأنني أعشق كل شيء كما خلقه الله وليس كما أبدلته يد البشر. سامحني يا صديقي لأنني أحتاج أحيانا أن أكون وحيدا حتى أجد نفسي مرة أخرى. سامحني وأدعو الله أن نتقابل مرة أخرى بعد 10 أيام في هذا المكان على شاطئ النهر. قلت له: سامحني يا صديقي إن كنت لا تفهمني. سامحني يا صديقي لأنني أختلف قليلا عن الآخرين. سامحني يا صديقي لأنني أحب الحياة وأحب أن أرى ما خلق الله قبل أن يمر بي العمر. سامحني يا صديقي لأنني إنسان بسيط جدا، أعشق النوم على الأرض وأشتهي فواكه الأشجار، وأحب الناس البسطاء الذين يسكنون في الغابات. سامحني يا صديقي لأنني أعشق كل شيء كما خلقه الله وليس كما أبدلته يد البشر. سامحني يا صديقي لأنني أحتاج أحيانا أن أكون وحيدا حتى أجد نفسي مرة أخرى. سامحني وأدعو الله أن نتقابل مرة أخرى بعد 10 أيام في هذا المكان على شاطئ النهر. فأنت الشخص الوحيد في العالم الذي يعرف أنني موجود في هذه المنطقة. إلى اللقاء يا فرناندو. إلى اللقاء يا صديقي. أديوس أميغو. وانهمرت دمعة ساخنة على خدي. ابتعد القارب شيئا فشيئا، وأنا أرى الدموع في عين فرناندو وهو يلوح بيده ويصيح بالأسبانية: أديوس أميغو، أديوس أميغو، أديوس أميغو. أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى الحلقة القادمة في حلقات كتاب الرحالة والغابة، الوقائع الحقيقية لرحلاتي في الغابات الاستوائية، تأليف رحالة أحمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري. في الحلقة القادمة سأحكي لكم ماذا فعلت مع قبائل الهنود الحمر، وكيف قبلوني كواحد منهم، وما هي أفكارهم، وكيف كانت حياتهم. في رعاية الله.